اليوم هذا ملتقى الحوار الثقافي، أعضاء وعضوات ملتقى الحوار الثقافي في زيارة خاصة للدكتور طلال وحرمة الدكتورة عائشة متولي، بمناسبة يعني الحمد لله على سلامتهم تعرضوا للوعكة الصحية. ونحن في ملتقى الحوار الثقافي دائما نبادر في أي مناسبة لأي عضو من أعضاء ملتقى الحوار الثقافي أن يكون في مثل هذه الأمسيات. أيضا يتخلل هذه الأمسية أيضا ندوة تعالي قضية مجتمعية أو ما شابه ذلك، لأنهم ما شاء الله كلهم هامات وقامات من أعضاء وعضوات ملتقى الحوار الثقافي، متألقين فكريا وأدبيا وعلميا. وكما رأيت في هذه الأمسية أستاذ حسن، أنت ما شاء الله في قناتك قناة جدة اليوم حقيقة قناة لها حضورها، وهذا يشرفنا أنك تكون معنا في هذه الأمسية الجميلة. فباسمك وباسم جميع الزملاء نشكر كل من حضر في هذه الأمسية، ونتمنى إن شاء الله دائما أن تكون أمسياتنا رائعة بهذا المستوى. تحياتي لك وللجميع. سعدنا الليلة بالجمعة، حقيقة كانت جمعة مفيدة وحبية وفيها صداقة متبادلة وكان حوارات يعني مفيدة جدا بالنسبة لأطفالنا، فكان الحوار مرة مفيد وشارك فيه جميع الإخوة. على رأسنا الدكتور جمعان الغامدي، وأرجو الله العلي العظيم أن يحفظ ولاة أمرنا. أتمنى أنه يكون اللقاءات حقتنا مستمرة، وشكرا جزيلا لك، جزاك الله ألف خير.